Bonsoir, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour un autre moment sport. Vous étiez très nombreux à apprécier les matchs que nous vous avions proposés les semaines dernières, basketball et handball. Cette fois-ci, on parlera volleyball et d'une certaine finale de Coupe d'Algérie de 1988 entre le Moulia d'Alger, le grand Moulia de l'époque, et le grand Nass du Sindé de l'époque. Et on va retrouver avec grand plaisir de grands noms du volleyball algérien, tels que Lyes Tizi Walou, Hamouche, Mourad Sennoun, Madiou, l'ex-entraîneur du Moulia d'Alger, Rabih Rahmou. Enfin, je vous laisse suivre ce très beau match. Je ne vous donne pas le résultat. Je vous laisse plutôt apprécier la qualité du volleyball qui se pratiquait à l'époque. Bonne soirée. مساء الخير محرز، مساء الخير أصدقائي الرياضيين، تحية طيبة رياضية من قاعة حرشة حسان. قاعة حرشة حسان لتحتضن الدور النهائي من كأس، نهائي من كأس الجمهورية للكرة الطائرة، لدور بين فريق مولودية الجزائر وفريق ملاحة حسين داي. لا بأس نذكر بتشكيلة الفريقين. تشكيلة ملاحة حسين داي رقم 9 برناوي كريمو 20 سنة، سنون محمد عادل رقم 3، 7 سنون مراد، 15 شعبي محمد الهادي، 8 حموش مراد، 6 قدوي عبد القادر، 14 سعد سعيد، 10 نافعي، 11 حبيلي رضا، 4 ربيع. المدرب السيد الياس مسوس، اما المدير الفني فهو السيد علواش حسن. فيما يخص تشكيلة مولودية الجزائر، في رقم 3 تيزي والو، فرطاس رقم 4 حدار، رقم 2 13 عمرات او 12 عمرات خالد، 6 عمرات مصطفى، 1 نهاي طارق، 10 عفرون، 11 عالبة فضيل، 5 غرناوت سمير، 9 بوقاسم أحمد، 8 بغلي، 7 يزيد بغلي ويزيد من فريق الأوسط. يدرب فريق مولودية العاصمة بندي فريد، بينما المدير الفني هو السيد ماديو نور الدين اللي كان مدرب سابق للملاحة منذ 75 إلى غاية 77. يدير هذا اللقاء كل من الحكام السادة سعيدون محمد الحكم الأول، جميلي فريد الحكم الثاني، أما المسجل على الطاولة فهو تميم محمود. إذن لقاء نهائي بين صاحب المرتبة الأولى والمرتبة الثانية في البطولة الوطنية، لقاء اللي رايح من دون شك يعرف تنافس كبير هنا في قاعة حرشة بين فريقين معروفين لعب عدة مرات نهائي الكأس. فريق ملاحة حسين داي اللي عنده عدة كؤوس، أي 10 كؤوس، بينما تأهل لهذا الدور عن طريق فاز أمام تلمسان، وداد تلمسان ب3-0 في الربع النهائي، وفاز في النصف النهائي مع فريق شلف. واسترجاع الإرسال هنا من حدار وجدار الصد اللي متكون من عمرة مصطفى، فرطاس كريم، غرناوت وتيزي والو موزع الفريق. لما سنون عادل اللي وزع من الجهة الأخرى، فريق قوة السحق عند بعض العناصر مثل فرطاس كذلك. ويسجل النقطة الأولى، النقطة الأولى للمولودية. ذكر سيدتي ونسي سادتي أنه انتهى منذ قليل اللقاء، اللقاء النهائي كأس الجمهورية للإناث اللي جمع بين في الإناث طبعا بين فريق ملاحة حسين داي ومولودية العاصمة. مولودية العاصمة تفوز أمام الملاحة ب3 أشواط مقابل 0، 15-8، 15-12 و15-7. إذن المولودية تتحصل مرة أخرى على الكأس، كأس الجمهورية. من ملاحة حسين داي، فرطاس حاول أن يسترجع الكرة هذه. خالد غرناوت، غرناوت لاعب دولي في صفوف فريق الوطني، فرطاس وضيع الكرة، والنقطة، نقطة التعادل، نقطة مقابل نقطة. إصابة من إرسال من سعد سعيد رقم 14، خارجة خارجة. المهم في مثل هذه اللقاءات هو التحكم في الأعصاب إلى آخر لحظة من اللقاء. السيد سعيدون الحكم الأول، حكم السلم في هذا اللقاء النهائي. سنون عادل كي منه،
استرجع او النقطة الثانية. النقطة الثانية بعد مخادعة رقم 13. غنعود في الإرسال، سمنون تعود لبرناوي، برناوي صاحب الارتقاء الجيد للملاحة، والجدار جدار الصد القوي من المولودية. ثلاث إصابات مقابل نقطة، لأن يبدو أن اللقاء رايح يكون يعرف أو يعرف حماس كبير بين الفريقين. صاحب المرتبة الأولى فريق ملاحة حسين داي ب 61 نقطة، بينما يحتل هذا في البطولة، بينما يحتل تحتل مولودية الجزائر المرتبة الثانية، المرتبة الثانية وبفاصل نقطتين عن الملاحة، أي 59 نقطة، بينما تعود المرتبة الثالثة لوفاق سطيف والمرتبة الرابعة لسيدي موسى. سنون، سنون رقم سبعة، سنون مراد 26 سنة لاعب دولي، محاولة من استرجاع الكرة من شعبي محمد الهادي، النقطة أو استرجاع الإرسال من عمرت مصطفى، عمرت مصطفى رقم ستة 27 سنة متر وسبعة وثمانين. من جديد النقطة الخامسة للمولودية، النقطة الخامسة لهذا الشوط الأول. قرطاس وطول قامته، طول قامته يسترجع بهذا الكرة ويسجل النقطة السادسة. قرطاس كريم متر وثمانية وتسعين، أطول لاعب في صفوف المولودية. تيزي والو، والتصدي، التصدي من حموش، حموش مراد 24 سنة. عود الإرسال ل سنون عادل رقم ثلاثة، هي صاحبة النهائيات الكثيرة، لكن لها كأس واحدة، كأس واحدة، كأس الجمهورية في سنة 83 أمام وفاق ستيف، حيث فازت في اللقاء، لقاء 1983 بثلاث أشواط مقابل اثنين. برناوي وتصدي من حدار تعالبة وتيزي والو، طريقة، طريقة يطبقها، طبقها المولودية، ثلاثة ثلاثة، ثلاثة في الدفاع وثلاثة في الهجوم. حموش في هذا الإرسال رقم ثمانية، حموش عمرات مصطفى، حدار قوية قوية، وتعود الكرة، تعود الكرة إرسال لثعالبة رقم 11. ثعالبة رقم 11 يلعب دور كبير هو الآخر في استرجاع الإرسال من عناصر الملاحة عن طريق شعبي. سوء تفاهم بين ثعالبة وعمرات وحدار، حدار بقوة لكن خارجة، يجب التدقيق في سحق، سحق الكرة. عمرات إلى تيزي والو، تيزي والو موزع الفريق لكن يلمس الشبكة، يلمس الشبكة وتصبح النقطة الثالثة لصالح الملاحة، ستة ثلاثة. تيزي والو، حدار قوية من حدار، ما تضيعش هذه الكرة. تيزي والو ذكية جدا، ذكية جدا من تيزي والو، أذكى لاعب في صفوف المولودية وكذلك أحسن لاعب، موزع حقيقي في صفوف المولودية. سنون فرطاس ما يتلقاش هذه الكرة، عود إرسال لبرناوي، برناوي رقم تسعة اللاعب الدولي، لاعب دولي وكان وراء فوز فريق المولودية في البطولة، بطولة إفريقيا للأندية البقرة. النقطة الرابعة،
6-4 لصالح الملح. حضار قوية من حضار رقم 2، من العناصر اللي تمتاز بالقامة الطويلة في صفوف المولودية. خالد مصطفى عمرات، النقطة الخامسة. 6-5 لصالح المولودية. عود إرسال لصالح حضار رقم 2. فريق المولودية اللي تأهل في الدور الربع النهائي أمام فريق شاب، هو فريق شباب بنكور، فاز فريق المولودية بثلاث أشواط مقابل صفر. غرناوي قوية منه، تعود لعمرات غرناوت بعد الثغرة اللي وجدها في الدفاع، بعد الثغرة اللي وجدها في منطقة فريق الملح. 8-5 حاول فريق الملح تقليص الفارق، لكن المولودية ضيف نقطتين أو ثلاث نقاط. 8-5 لصالح المولودية، والإرسال لسعد السعيد من ملاحة حسين داير رقم 14. فرطاس خطأ في تقديم أو التقدم كثير، لم يتمركز جيدا حتى، كل سحق جيد. فرطاس قوية منه، عود لعناصر الملاحة، هذه من برناوي محاولة، لكن القذفة السحق كان قوي من فرطاس. فرطاس اللي امتاز كذلك كما قلنا بطول القامة 1.98 متر. برناوي لسنون عادل، حضار سهلة، وفرطاس قوية من فرطاس، قوية جدا من فرطاس، هو استرجاع الإرسال من فريق الملاحة، كانت خارجة هذه الكرة. عمرات فريق المولودية اللي تحصل على كأس إفريقيا للأندية البطلة في شهر مارس الماضي، ذلك الدور النهائي اللي جمعوا بفريق جزائر آخر هو فريق وفاق سطيف. تعالبة بكل ذكاء، تعالبة بكل ذكاء، والنقطة التاسعة. 9-6 لصالح عمرات مصطفى. المهم هو تغطية المنطقة من كل فريق تفاديا لكل أخطاء أو لتسجيل نقاط عديدة من الفريق الخصم. قائد الفريق تيزي والو، أحسن عنصر في صفوف المولودية، حكام هذا اللقاء سعيدون محمد الحكم الأول، جميلي فريد الحكم الثاني، وأما المسجل فتميم محمد أو محمود على الطاولة. سنون محمد عادل يسترجع هذا الإرسال للملاحة. عمرات فرطاس قوية ويسترجع الإرسال، كل ما يصعد ويسحق الكرة فرطاس إلا أنه يسجل نقطة أو يسترجع الإرسال، هذا لطول قامته والقوة اللي يمتاز بها من قوة السحق. طبعا غرناوي والنقطة العاشرة. 10-6 لصالح المولودية، ووقت مستقطع، وقت مستقطع يطلب المدرب السيد إلياس مسوس مع المدير الفني علواش حسن. إذن 10-6 في هذا الشوط الأول. شوط كان أحسن بالنسبة للمولودية، أحسن في الانسجام كذلك في السحق الدفاع والهجوم، خاصة مع الكرات اللي قدمها
تيزي والو الموزع الحقيقي للمولودين. دائما ارسال لصالح المولوديه لتلعب على الجهه اليمنى بقمصان وقميص اخضر شورت ابيض، هنا تظهر الملاحه بباس اصفر. عمرات مصطفى وقوة، لكن واحد واحد ما فيش نقطة لأنه كان فيه تنافس بين لاعبين على الكرة. حموش لكن خارج الكرة. 11 نقطة، 11 في هذا الشوط الأول، 11-6، خمس نقاط كاملة تفصل الفريقين. فرطاس في هذا الإرسال، سنون عادل حموش، والنقطة 12-6 وتعميق الفارق بين الملاحة والمولودية. وأن الشوط الأول أكثر عزيمة من فريق المولودية. استرجع الإرسال فريق الملاحة عن طريق حموش مراد. حموش مراد رقم 8 وتلمس الشبكة لتعود من جديد. إرسال لتعالبة رقم 11. تعالبة فضيل 20 سنة، لاعب دولي 1.87 متر. سعد السعيد قوة قوة سعد السعيد، ومن جديد يسترجع الإرسال ل رقم 15 شعبي محمد الهادي. تقريبا كل العناصر اللي تلعب في فريق المولودية وفريق الملاحة عناصر دولية، شكل منها الفريق الوطني، فريق الوطني الجزائري. فرطاس كريم رقم 4. خطأ في الاستقبال، تعود لبرناوي. قوة برناوي، قوة يساعد في ذلك الارتقاء الجيد لهذا اللاعب. ارتقاء جيد رغم انه كان في وضعية بعيدة نوعا ما عن الشباك. من 12-8 لصالح المولودية دائما. تبقى أربع نقاط تفصل الفريقين في هذا الشوط الأول. إذن وقت مستقطع طلبوا هذه المرة المدرب من جديد، المدرب إلياس مسوس. عمرات مصطفى لغرناوت. غرناوت كرة لصالح المولودية. هو لكن خارجة من برناوي. النقطة 13 لصالح فريق المولودية. قوة من سعد السعيد، تعود لبرناوي وتسجل أو تعود الإرسال لصالح فريق الملاحة. 13-9 خلال هذا الشوط الأول. برناوي في الإرسال. عدد البطولات بالنسبة لفريق ملاحة حسين داير، ربح البطولة 11 مرة. سنون ذكية منه، سنون مراد هذا ذكية بعد ارتقاء اللاعبين، لكن بكل ذكاء في منطقة المولودية. احتل المرتبة الأولى في البطولة فريق الملاحة، 61 نقطة بفارق نقطتين عن المولودية. لكن لم يتعين البطل بعد،
لأنه ما زالت دورتان للأبطال تدور يومي 7 و8 جويليا الدورة الأولى، بينما الدورة الثانية تدور يوم 11 و12 جويليا في قاعة حرشة. دورة الأبطال اللي تجمع بين الأربع فرق اللي تحتل المراتب الأربعة الأولى، وهي فريق ملاحة حسين داي صاحب المرتبة الأولى، فريق مولودية الجزائر المرتبة الثانية، فريق وفاق سطيف وسيدي موسى، طبعا لتعيين بطل الموسم 88. غرنعوت في الإرسال وتغيير، يخرج سعد سعيد ويدخل رقم 6 قدوي عبد القادر، من أكبر العناصر لشكل فريق الملاحة، 30 سنة. ويا من حموش 14-8 تبقى النتيجة بعد كرة الشوط الأولى بالنسبة لفريق المولودية. سنون مراد ضعيفة منه، وتعود الإرسال لمصطفى عمرات. مصطفى عمرات اللاعب الكامل في صفوف المولودية، ذكية منه، تعود لفرطاس في هذه المحاولة، عمرات وتيزي والو، تعود الكرة. سوء تفاهم بين الثعالبة وعمرات يؤدي بهما إلى استرجاع الإرسال لفريق الملاحة عن طريق سنون عادل رقم 3. سنون عادل شقيق سنون مراد، 20 سنة. فرطاس قوية منه، استرجاع الإرسال قوي هذا اللاعب فرطاس، استرجع الإرسال وكرة الشوط الثالثة بالنسبة للمولودية. 14-8، نقطة واحدة فقط وانتهاء الشوط الأول. فرطاس لسنون مراد قوية، تعود دائما لفريق المولودية حدار. سنون برناوي كرات قوية لكن خارجة رغم التصدي من حدار، ثلاثي حدار ثعلبة وتيزي وال. غرناوت النقطة التاسعة، 14-9 لصالح دائما المولودية. حموش في الإرسال، دائما الكرة لصالح الملاحة. عمرات تيزي والو ثعالبة، تغطية جيدة من فريق الملاحة ولمس أو دخول اللاعب رقم 2 اللي هو مدافع دخل منطقة الهجوم اللاعب حدار. وقت مستقطع يطلبوا المدرب السيد مسوس. هذا بعد ما سجل فريق الملاحة النقطة العاشرة، 14-10، 3 كرات شوط بالنسبة لفريق المولودية، لكن يبدو أن فريق الملاحة استرجع ثقة في نفسه بعد ما أصبح يغطي منطقته جيدا في هذه اللحظات. ثمانية، هذا حموش لغرنعوت، فرطاس قوة لكن تعدى الخط، والنقطة 11 لصالح فريق الملاحة، انه تعدى خط القانوني كمدافع طبعا. غرنعوت لحدار قوية، لمس من ثعالبة للشباك، والنقطة 14-12 لصالح فريق المولودية. قلص فريق الملاحة الفارق في هذه اللحظات. حموش دايما الإرسال لصالح الملاحة، حدار قوية هذه المحاولة وخارج الكرة، وكرة الشوط الرابعة لصالح فريق المولودية.
وقتين مستقطعين لكل فريق، المرة لصالح المدرب السيد ماضيو مردين مدرب فريق المولودية، يبدو أنه غير راضي عن هذا التقليص للفارق لفريقه طبعا 14-12. والكرة كرة الشوط نقطة واحدة تفصل المولودية، بينما ثلاث نقاط كاملة تفصل الملاحة عن نهاية الشوط الأول. سنون رناوي بكل قوة، ارتقاء من بعيد، ارتقاء جيد لهذا اللاعب. أهم ميزة في هذا اللاعب هو الارتقاء الجيد ومن بعيد السحق، قوة السحق. رناوي الدار الدار، هو تعود الكرة من جديد للمولودية، المولودية عن طريق تيزي والو. كرة الشوط الخامسة، خمس كرات لحد الآن، أربعة ضاعت وهذه الكرة الخامسة. كرة الشوط رناوي قوة قوة، ونهاية الشوط الأول 15-12 لصالح المولودية بعد لمس للشباك من طرف احد المهاجمين من فريق الملاحه. اذا شوط مقابل صفر نابي قاعه حرشه في نهائي كاس الجمهوريه، الشوط اللي كان طبعا في بدايته لصالح المولوديه، بينما تفطن فريق الملاحه في اللحظات الاخيره لكن دون نتيجه، ويخسر هذا الشوط الاول ب 15 نقطه مقابل 12. اذا شوط مقابل صفر في انتظار استئناف الشوط الثاني مع الفريقين. الفريقان معروفان على كل حال في على المستوى الوطني، سواء في البطولة أو في منافسات الكأس. البطولة لفريق الملاحة عنده 11 مرة يربح البطولة، 11 مرة، بينما فريق المولودية يربح كأس واحدة سنة 83 أمام وفاق سطيف، والبطولات ما عندوش ولو لقب واحد في البطولة، بينما عنده ألقاب في الدورات، عنده لقب إفريقي، صاحب كأس إفريقيا للأندية البطلة، هذا في شهر مارس الماضي. كل شوط مقابل صفر تنافسا على كأس الجمهورية. من لصالح المولودية الشيء ربما راح يأثر عن مجريات اللقاء، أليس كذلك السيد جعفر دالي صحفي بجريدة المساء وجريدة الأوريزا؟ نعم، يعني في هذه المقابلة رانا نشاهد أن فريق مولودية الجزائر راه يطبق في خطة هجومية بواسطة الموزع تيزي والو، هي خطة ناجحة بفضل الضربات القوية تاع لاعب فرطاس اللي يمتاز بطول القامة تاعو ويعني قوة السحق، بينما في صفوف ملاحة حسين داي نشاهد بأن الموزع سنون عادل راه مازال ما دخلش في المقابلة، عنده يعني نقائص في خدمة النسج الهجومية. بارك الله فيك. من جديد لصالح الملاحة الإرسال هذا و يرجع الإرسال أو النقطة الأولى في هذا الشوط الثاني. يقول السيد الحكم سعيدون محمد، حكم الأول حكم السلم طبعا أقرب من اللقطة، والإرسال لصالح المولودية عن طريق حدار كمال. برناوي قوة كبيرة من برناوي، لكن تعود الكرة لصالح سنون مراد رقم 7.
هو من فرطاس هذا اللي يلعب لحد الآن يلعب دور كبير، دور كبير في هذا اللقاء. دائما إرسال لصالح المولودية عن طريق غرنعود، غرنعود 20 سنة لاعب دولي في صفوف الأواسط والأكابر حاليا. سنون محمد عاد أكثر حماس وأكثر انسجام في النسوج الهجومية بين عناصر مولودية العاصمة. قوة كبيرة عند هذا اللاعب برناوي، برناوي ارتقاء جيد، ارتقاء جيد وفنيات عالية عند هذا اللاعب. 20 سنة اللاعب برناوي كريمو، 15 هذا شعبي محمد الهادي، لكن الارتقاء نتاعو كان من بعيد وسحق ضعيف، سحق ضعيف من محمد الهادي شعبي. فرطاس، فرطاس رجل الشوط الأول إذا ممكن استطعنا القول. كل الكرات اللي تسجلت كانت عن طريقه، وكل استرجاعات او استرجاع الارسال كان عن طريقه كذلك. رقم 15 شعبي محمد الهادي لغرنعود، غرنعود التوزيع كذلك، التوزيع الجيد هو اللي يساهم كذلك في التسجيل النقطة الأولى، التوزيع الجيد من تيزي والو في كل الجهات وفي كل الوضعيات اللي يوزع هذا اللاعب. تيزي والو أحسن موزع في البطولة كذلك أو على المستوى الوطني طبعا، خاصة أنه ربح لقب أحسن موزع في بطولة إفريقيا التي جرت بتونس. بطولة إفريقيا الأخيرة التي جرت بتونس الشقيقة كان نال تيزي والو أحسن لقب أو لقب أحسن موزع إفريقي. تغيير، فيه تغيير، يدخل رقم 11 حبيلي رضا 21 سنة، يخرج سنون، سنون محمد عادل لحد الآن لم يدخل في مجريات اللقاء، يعني بعيد عن اللقاء. لاعبين أساسيين مثل سعد سعيد، سنون محمد عادل. نقطة ثانية للملاحة، 2-1، 2-1، استرجاع الإرسال دائما لصالح قدم. خارجة هو ما لمسهاش رقم 11 حبيلي، لكن كانت النقطة الثالثة خطأ إذن من حبيلي في في صفوف الملاحة. حدار، حدار لسنون مراد، هوية منه لكن تصدى لها جدار الصد مصطفى عمرات، مصطفى عمرات وحموش، حموش رقم 8 لحد الآن يلعب دور كبير في التصدي، في التصدي في الجدار الأمامي لفريق الملاحة. فرطاس ضعيفة منه، تعود لحموش قوية، قوية وعدم التغطية الجيدة للمنطقة كما نلاحظ هذا. خمسة غرنعود، غرنعود 20 سنة لعب، غرنعود لاعب دولي. نقطة ثانية، تعديل النتيجة 2-2 لصالح المولودية هذه المرة. غرنعود في الإرسال لحموش، قوية منه لكن حدار يتصدى، يعود لتيزي والو، فرطاس باليسرى، فرطاس ينجح،
لليسرى فرطاس ينجح بعد ما لاحظ عدم التغطية، عدم التغطية في الجدار الأمامي طبعا في الهجوم. غرناوت سنون لسنون النقطة الثالثة، النقطة الثالثة أو الرابعة لصالح المولودية، والإرسال دائما لصالح المولودية. استرجاع الإرسال من فريق الملاحة. سنون لتوزيع جيد حقيقة من اللاعب تيزي والو. حموش، حموش القذفة تاعو اصطدمت بجدار السد. فرطاس اللي كان وراء هذا التصدي. عمرات مصطفى. قوية من برناوي، قوية من برناوي، استرجاع الإرسال لصالح الملاحة. طول القامة تسمح كذلك بالارتقاء وبالقوة السحق. شوف الذكاء، الذكاء الخارق للعادة من تيزي والو. كان يلاحظ كثير في بعد هذا عدم التغطية من الملاحة. فرطاس وهي من برناوي على الجهة اليمنى. تغيير الأماكن كذلك الهجوم والدفاع. طرف الملاحة لإيجاد طبعا الطريقة المثلى للتصدي للكرات القوية من عناصر المولودية. تيزي والو لفرطاس. خارجة هذه الكرة، خارجة هذه الكرة لصالح الملاحة. 4-3، 4-3 بعد خطأ من فرطاس كريم. تيزي والو، تيزي والو لحدار. حدار لكن ضعيفة من حدار. برناوي قوية تعود لغرناوت، غرناوت تيزي والو، قوية من تيزي والو أمام مرأة من لاعبي الملاحة. خلاو الكرة تتعدى، كرة سهلة بعد السحق من تيزي والو. سنون مراد كل ذكاء. توزيع من سنون محمد عادل، سنون مراد يسجل ويسترجع الإرسال. 4-3 دايما. تيزي والو لحدار، حدار وخارج الكرة. خارج الكرة لتعود مرة أخرى لصالح المولودية. المولودية اللي تتراوح معدل القامة بين متر 85 إلى مترين، بينما فريق الملاحة أقل نوعا ما، بين متر 80 إلى متر 85. 5-3 لصالح المولودية. إرسال من قدوي عبد القادر. تيزي والو الدار قوية منه. ورقم 8، رقم 8 يلمس ويتعدى خط القانوني، خط فوق الشبكة طبعا، تحت الشبكة عفوا. خطأ في استقبال الكرة من سنون محمد عادل. لحد الآن لم يجد الطريق الأمثل حدا لسنون. من هناك برناوي، برناوي يسترجع الإرسال. ارتقاء من مترين، على بعد مترين، والسحق هو السحق الجيد لكل عنصر. مراد تسجيل نقاط،
الشعبي محمد الهادي رقم 15. تيزي والد قرنعود، قرنعود قوة، قوة عند هذا الشاب كذلك. شاب لاعب دولي، لعب في كل الصفوف تقريبا و أمام مع فريق المولودية وكذلك فريق الوطني. النقطة السابعة لصالح المولودية، النقطة السابعة لصالح المولودية، 7-4، 7-4 ل سنون عادل في هذا الإرسال لحدار، كاد يخطأ حدار وخطأ، خطأ بعد سوء تفاهم من عمرات مصطفى وكيزي والو رقم 3 قائد الفريق. عادل دائما في هذا الإرسال، فرطاس بقوة كلمة تعداش أمام برناوي وحموش وتعدى هذه المرة من عمرات مصطفى ليسترجع الإرسال بعد نتيجة 7-5. ذكاء، كل ذكاء، استعمال الذكاء شيء أساسي في كرة الطائرة وكذلك قوة التدقيق والملاحظة من أجل تعيين القذفة أو تعيين الرمية أو مخادعة الخصم في المنطقة، هذا شيء أساسي في الكرة الطائرة. سبعة خمسة دائما لصالح المولودية والإرسال من فرطاس. الشوط الأول انتهى كما هو معلوم ب 15-12 لصالح المولودية، ذلك في ظرف 25 دقيقة فقط، 25 دقيقة كان هو الوقت اللي انتهى فيه الشوط الأول. زوالو قوة من حدار و إرسال، أو النقطة السادسة، النقطة السادسة. لحد الآن التحكيم يتبع كل الكرات من طرف السيدان سعيدون محمد الحكم الأول، جميلي فريد الحكم الثاني، وكليهما حكمان دوليان، حكمان دوليان. سبعة ستة، نقطة واحدة تفصل الفريقين لأن هذا الشوط الثاني. حدار قوة من حدار لكن خارجة وتعديل النتيجة. 7-7، 7-7 لصالح الملاحة هذه المرة، وتزداد تشجيعات الجمهور الحاضر بقاعة حرشة لفريقه، فريق ملاحة حسين داي. طبعا الجمهور كذلك يلعب دور كبير في مثل هذه اللقاءات. حدار كل ذكاء، حدار كل ذكاء بعد عدم التغطية في المنطقة، التحكم في الأعصاب كذلك شيء أساسي في الكرة الطائرة. سنون عادل محاولة تخرج لتعود مرة أخرى لسنون عادل، فرطاس قوة من فرطاس تعود من جديد لتيزي والو. حدار قذفة ولكن جدار سد، جدار سد هذا جانب من الجمهور ليحضر هذا اللقاء، جدار السد كان أقوى. سعد سعيد، حدار، حدار ونقطة الثمانية، النقطة الثامنة،
محاولة من استرجاع الكفة لصالح المولودية لصالح الملاحة عفوا. أول مرة يربح أول مرة الملاحة تربح أو تعمق الفارق 9-7 في هذا الشوط الأول منذ بداية اللقاء طبعا. ووقت مستقطع يطلب المدرب السيد ماديو نوردين مع السيد بندي فريد. محاولة من استرجاع الكفة لصالح الملاحة، أليس كذلك جعفر دالي؟ نعم، استيقظ نوعا ما فريق ملاحة حسين داي بعودة لاعب سنون عادل بعد ما خرجوا المدرب، أعطاه إرشادات وعاد يعني وزع في المستوى يعني. وفريق المولودية ظهر نوع من الارتباك في الدفاع، أنا نشاهده في الدفاع ماهوش يلعب الدور تاعو. دفاع المولودية يعني فرطاس عندما يعود إلى يعني وضعية الدفاع ما يكونش خطير يعني، ديفونس سي فاب. على كل حال هنا استرجاع الكفة لصالح الملاحة، فريق الملاحة، والنقطة العاشرة 10-7 10-7. ويطلب السيد المدرب تغيير، السيد المدرب ماديو يخرج حدار ويدخل عفرون، عفرون رقم 10 تيزي والو. عفرون قوة قوة عفرون. استرجاع الإرسال هذه المرة لصالح المولودية 10-7. كم السيد فريق جميل يطلب من المدرب التزام الصمت. هو من حموش عودة الملاحة في هذا الشوط الثاني، عودة قوية بعد الإرشادات اللي قدمها المدرب السيد إلياس بسوس. 10-7 لأول تفوق لصالح الملاحة منذ بداية اللقاء. غرناوي عود لاعب دولي. حموش لتيزي والو فرطاس، واستقبال خاطئ، استقبال فاشل من سعد السعيد رقم 14. النقطة الثامنة طبعا 10-8 لصالح الملاحة هذه المرة. سعد السعيد لحموش، تعود الكرة في منطقة المولودية لصالح فرطاس، وقوة في التصدي من شعبي محمد الهادي وسنون عادل. غرناوت تيزي والو، تيزي والو. لاحظ هنا عدم التغطية الجيدة في الدفاع، في دفاع المولودية، تفكك وارتعاش في صفوف المولودية مما أدي إلى تغيير حدار رقم 2 يدخل ويخرج عفرون رقم 10. عمرات محاولة من برناوي إعادة الكرة لصالح الملاحة. 11-8 لصالح الملاحة، والإرسال للمولودية عن طريق مصطفى عمرات. خارج الكرة أوت. حموش، حموش، وتزداد هنا تشجيعات أنصار الفريقين. عمرات تيزي والو، تيزي والو. خطأ، خطأ من ثعالبة، لا يسحقش ثعالبة هذه الكرة. 12-8 12-8 وتعود عودة أخرى للملاحة طريق حموش. تيزي والو، تيزي والو فرطاس. شعبي محمد الهادي النقطة 13. النقطة الثالثة عشر لصالح الملاحة 13-8. ووقت مستقطع
وقت مستقطع يطلبه المدرب السيد ماديو طبعا الوقت المستقطع يطلبه المدرب لكي يعطي الإرشادات اللازمة، إرشادات والنصائح لفريقه بعد ما ظهر هذا العياء وظهر أو بعض التفكك في عناصر فريق المولودية. 8 حموش اللي لحد الآن قايم بدور فعال في صفوف فريق الملاح. فرطاس حموش ما يلحقش عليها حموش، وتعود الكرة لصالح المولودية. 9 أبو قاسم أحمد يدخل ويخرج فرطاس. 9 رقم 9 أبو قاسم أحمد اللي راح ينفذ الإرسال. سنون محاولة من شعبي، تعود الكرة لصالح الملاحة عن طريق السعد. السحق كان ضعيف. 13-9 بعد دخول رقم 9 أبو قاسم أحمد. سنون مراد لسنون عادل موزع الفريق كريمو برناوي موزعان لكل فريق، موزعان حقيقيان فريق الملاحة عن طريق سنون أنا محمد عادل و تيزي والو من جانب المولودية، موزع حقيقي كذلك. تعال با رقم 11 تعود له الكرة. 13-9 لصالح الملاحة. سعد هذا الرمية، لكن النقطة 10 من طرف تعالبا. التفاهم شيء أساسي في الكرة الطائرة، ومعرفة كل لاعب لوضعيته. طبعا مع هذا الإرسال لصالح كريم وبرناوي، تيزي والو اللي حدار قوة منه، كل قوة حدار استرجع الإرسال لتيزي والو. قوي في الدفاع وفي جدار التصدي اللاعب حدار. متر و 94 برنعوت كل ذكاء في منطقة الملاحة. وقت مستقطع يطلب المدرب إلياس مسوس بعد ما عمق الفارق فريق الملاحة. فريق المولودية يستيقظ في هذه اللحظات واسترجع الثقة بنفسه بعد ما ضيع خلال هذا الشوط الثاني نقاط عديدة. 13-11 لصالح الملاحة دائما. التفوق الأول بدا منذ النقطة السادسة في الشوط الثاني. تيزي ول لحموش سنون مراد يسجل أو استرجع الإرسال، عفوا استرجع الإرسال لسعد السعيد رقم 14. ملاحة اللي تلعب بقمصان بقميص أصفر تظهر على الجهة اليمنى. تغيير كذلك من خروج رقم 9 أبو قاسم. دخول تعالبا ما يلحقش على هذه الكرة بعد الرمية من سنون. إرسال دائما لصالح الملاحة. غرنعوت القوة عند هذا اللاعب غرنعوت. تحضير الجيد البدني في الكرة الطائرة.
خلال البطولة طبعا. كل سهولة الشعبي 13-11 لصالح الملاحة، والإرسال لسنون محمد عادل، سنون محمد عادل، والإرسال لمراد، يخطأ مراد سنون، يخطأ مراد سنون في استقبال هذه الكرة وتعود لعمرات مصطفى. عمرات مصطفى مع أخطاء كبيرة، أخطاء كثيرة ترتكب في منطقة الدفاع، وما هذا نظرا للعيالي يظهر على بعض اللاعبين خلال هذا الشوط الثاني، وعن النرفزة كذلك، نرفزة وسوء النسوج، نسوج اللعب لصالح شعبي. حمد الهادي، فرطاس، فرطاس في هذه المحاولة، تعود لفرطاس من جديد، مراد السنون يستقبل هذه الكرة للشعبي، محمد الهادي يهدأ اللاعب، محاولة أخرى من تيزي والو، وتبقى الكرة بين أخذ ورد، ما سقطتش الكرة لحد الآن، وتعالبة، تعالبة بكل روعة، كل روعة تعالبة رقم 11، استرجع الإرسال. رقم 4 فرطاس كريم، 13-11 لصالح الملاحة. السنون و إرسال للملاحة، ملاحة حسين داي لهذا الفريق اللي عنده خبرة كبيرة في كأس، 10 كؤوس. حول من تعالبة، مراد سنون وسجل النقطة 14-11 لصالح الملاحة، وكرة الشوط الأولى من شعبي محمد الهادي. غرناوي تستقبل الكرة، تيزي والو، تعالبة استرجاع الإرسال. الكرة الشوط الأولى يفشل فريق، تفشل عناصر الملاحة في تسجيل النقطة الأخيرة. غرناوي، غرناوي واسترجاع الإرسال. كرة الشوط الثانية دائما لصالح برناوي في الإرسال. تيزي والو خارجة من مراد سنون، تعود الكرة لصالح تيزي والو رقم 3. نقطة 12 لصالح المولودية بعد تعدي، بعد ما تعدى الخط اللاعب برناوي يراقب الخطوط، أشار إلى ذلك السيد فريد جميل. وقت مستقطع طلبوا المدرب السيد ماضيو، السيد ماضيو نور الدين مدرب فريق مولودية العاصمة. Voilà donc, comme vous venez de le voir, très belle finale, très disputée et qui est allée même au tie-break 3-7-2 en faveur du Mouloudia d'Alger qui prend sa revanche sur le NAS du Saint-Dé. Le NAS du Saint-Dé qui avait remporté, rappelons-le, les deux précédentes Coupes d'Algérie 86 et 87. Mais au-delà de l'aspect résultat, notre but c'était de vous montrer qu'il y avait du très très beau volleyball qui se jouait à l'époque. Du volleyball qui a permis à l'équipe nationale algérienne de remporter le sacre africain quelques années plus tard. Voilà donc pour cet après-midi, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre moment sport sur Canal Algérie.